لشهر رمضان المبارك. نزه نهمة العين كرهيم مهما عملت له، حاقدين مهما قدمت له. العصا لمن عصى. قريبا خلال شهر رمضان المبارك. عشرين حسيران هو عيد الأب، وشو أحلى هدية بقدمها لبيي غير أغنية بتعبر له عن كل اللي بحس فيه تجاهه. عيد الأب جاي أغنية للطالبة شيرين عماش، حبت فيها إنه تكرم والدها المتوفي، ولأنه مناسبة عيد الأب عم بتمر عليها للمرة الأولى عليها وعلى أخواتها من دون وجوده معها، حبت تكرمه من خلال هالأغنية واللي هي هلأ بضيافتنا. أهلا وسهلا فيكي شيرين. وكتير حلوة الفكرة اللي طلعتي فيها، يعني كتار منا بيفكروا شو بدنا نهدي بينا، اللي عادة يعني والله يطول بعمر كل الأباء موجود بيناتنا، يعني هو غايب عنك حتى قدمتي له هدية وكرمتي. كيف خطرت على بالك الفكرة؟ أنا صراحة بيي توفى من 10 شهور، كان معه كانسر، ضل يتعالج سنة، توفى ب30 سبتمبر. هلا انا طبعا وفاه البي، يعني البي هو عنصر اساسي بكل عائله، ويعني موته كانت صدمه لإلي كثير كبيره، خصوصا انه انا ماني كثير كبيره، وبعرف انه في كثير ناس كمان بتوفى بيهم. فحبيت اعمل شيء سبيسيال، فكرت انه انا بشو عندي هوايات، بشو انا شاطره، رسم ما كثير وهيك، فذكرت انا يعني عندي هوايه الغناء، انا اصلا بغني، وقلت انه ايه كثير حلوه الفكره. فكنت انا مره انا قاعده انا ورفيقتي ميرا مسلماني، بدي اوجه لها تحيه كثير كبيره، قلت لها لميرا انه بدي اعمل شيء سبيسيال، بدي اكتب شيء لبيي. بلشت اكتب مثل اسم صغير، طلعت كثير 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 حزينه، ويمكن لانه انا كثير كنت مأثره. فقالت لي انا بساعدك، وطبعا كنا هيك قاعدين وبلشنا نكتب. بلشت انا خبرها شوي عن ذكرياتي مع بيي، وقد ايه انا مشتقت له، قد ايه انا بحبه وهيك، وهي بلشت يجيها افكار وبلشنا نكتب. هلا نحن كنا حابين انه نعملها يعني كغنية، ما كنا نتركها بس ككلمات، ففكرنا انه بدنا نلحنها. هلا طبعا مثل ما مبين اذا حدا بيسمعها على يوتيوب هو مش بروفيشنال، يعني نحن ما كان هدفنا ابدا انه نعمل غنيه ويكون هدفنا الربح طبعا، لانه نحن بس انه انا عم بوصل الفكره، عم بوصل غنيه، يعني انا بدي كل بنت او شاب خسر بيه بعمر صغير يقدر يحس انه انا كمان عم بحس معه وغيره كمان عم بحس معه، يعني يحس انه هو عم منشاركه بنفس المشاعر. لأنه خاصة المشاعر مشتركة بهالحالة، مزبوط. يعني كل شخص بيفقد بيه، أكيد البي هو رمز للأمان والحنان، يعني رح يحس هالأغنية بتشبه وبتعبر عن حالته، مزبوط. ففكرنا أنه بدنا نلحنها، لقينا صديقنا يوسف المولى، كمان بدي أوجه له شكر كبير، وهو عملنا مثل سيمبل بيت غنيناها. طبعا يعني أنا لقيت أنه إذا غنيتها لحالي رح يطلع شوي مونوتون، فحب هو انه يدخل بارت راب هيك، يعني اغنيه عصريه بتبين مشاعري، بتبين انا قد ايه مشتاقه، ويعني بتكون سامبوليك لكل حدا خسر بيه. وماشي سجلناها بالبيت يعني على اللابتوب عاد على ريكوردر، ونزلناها على يوتيوب، والحمد لله يعني اكثر من 450 شخص سمعوها، وما عم يجيني الا تعليقات كثير ايجابيه عنها. نعم، نحن هلا كمان حان الدور لنا وللمشاهدين حتى نتعرف اكثر على الاغنيه، وبنرجع بنستكمل هالحديث معك شيرين. تركتني وحيدي بعالم الخيال، تركتني تجراني بلا أب وبلا خال، طرت ليالي عالباب مطرة رجعتك يا بي، رجعت للحقيقة بلك يا صديق وخي، كل حلم بنومي حلم ما بيجي عالبال، حلم طفل صغيري ربيت بعز ودلال، كبرت عايدي بنت صغيري مدلالي، تروح وتتركني أكيد ما كانت متخيلي يا بي، قلبي موجوع بعيوني بطل في دموع، فراقك كان صعب كتير بعز عدربك أنا عصير، رسم كل أحلامي، وين اللي شجعني حقق كل الأماني يا بي، يا ملكي بعرف عم تحرسني، بعرف إنك عطول بدربي مرفقني،
بعيوني بطل في دموع. فراقك كان صعب كتير بس انا دربك عمصي. شو بتسوى الحياة من دونك؟ حبك بعبدك بخاف عليك وبصونك. يا ريت لو بقدر اقدر اللي قدمت لي اياه، يا ريت لو بقدر صلح كل غلط خليتك تندم. جوعك بعرف مستحيل غيابك عني صعب كتير، امل بحياتي رسمت اللي دمك ضروري عم بيصير. قدام الناس رح صرخ وعلى اللي رح اقول، مش معقول يا بابا شو بحبك مش معقول. يا بي قلبي موجوع بعيوني بطل في دموع. فراقك كان صعب كتير بس ع دربك انا اصير. رافقتني كل حياتي علمتني كتير، عيد الاب جاي وانت بعيد كتير. ما تخاف يا بي تربيتك ما راح تهدد، علمتني اهزم الشر وابعد عن القهر. عيدك يا بابا من احلى الايات، حكيك عم يلهمني رغم كل الابعاد. انت بطلي بالحياة، انت سيد الاسياد، حبك ورضاك علي هو امل بالحياة. يا بي قلبي موجوع بعيوني بطل في دموع. فراقك كان صعب كتير بس ع دربك انا عم صير. شو بتسوى الحياة من دونك؟ بحبك بعبدك بخاف عليك وبصونك. يا ريت لو بقدر اقدم اللي قدمت لي اياه، يا ريت لو بقدر صلح كل غلط خليك تندم عليه. كتير حلو هالعمل شيرين، الله يرحم والديك. اسمه وليد. وليد، الله يرحم وليد. شيرين، اول ردة فعل لاهلك لامك لاخواتك بس شافوا الكليب شو كان؟ هو صراحة يعني أنا من أول ما طلعت الفكرة براسي دغري خبرت أمي وإخواتي، اللي عن جد بدي أوجه لهم شكر كتير كبير لأنه هني وقفوا حدي وحبزوا الفكرة وساعدوني وصاروا يشجعوني إنه لازم إيه تعملي شيء سبيسيال، لأنه يمكن البكي وهيك بيريح بس إذا عملتي شيء سبيسيال كمان بيطلع حلو. يعني أنت بتحسي حالك مرتاحة إنه عملتي شيء achievement ما حتنسيه، وكل ما تتضايقي ممكن إنه أنا أسمع الغنية وحارتاح لأنه حس إنه يعني بي كتير ضحى عشاني وتعب ورباني وربى اخواتي. يعني انا بقدم له لو شيء كثير صغير، يعني شيء كثير سامبوليك بس ممكن انه انا ارتاح. فانا امي كان دائما معي على تواصل، دائما عم خبرها لما كتبنا الكلمات ودغري سالناها عن الكلمات وشو رايها، وطبعا اخواتي. ولما طلعت براس انه نعمل اللحن وهيك، بس لما سمعتها خالصه وهيك يعني بكيت عن جد كثير. بس يعني فينا اقول لك انه انا بعتبر انه بكيت مو حزن وفرح، يعني مو حزن على خسارة جوزة. يعني هي ماما وبابا كانوا مجوزين لأكثر من 35 سنة، يعني هو رفيقة يعني كبرت معه في الدرب. صح مزبوط. بس دموع الفرح لأنه انبسطت إنه أنا ما كنت مثل الباقيين، يمكن أنا عملت شيء أقدر أشكره لو شكل كتير صغير. يعني أنا مأكدة هلأ إنه هو بالسما روحه مرتاحة، بس فخور فيني ومبسوط إنه أنا عملت شيء لأنه شيء كتير سامبوليك، بس أنا بعتبر إنه هو مبسوط. شو كان رأي الناس اللي حواليك لما شافوا الغنية؟ شو أكثر التعليقات اللي هيك بتحسي علمت فيك وأثرت فيك؟ يعني سمعت لأول مرة ناس بيقولون إنه أنا كتير فخورة فيك، وإنه ما كانوا حتى عارفين إنه عندي صوت حلو. انبسطوا إنه برافو عليك بدل ما تضعفي، وإنه هاي الموتة إنه تتعبك وتضايقك نفسياً وهيك، لا أنت طلعتي بالنص الكباية المليانة مثل ما بيقولوا، وقررت تعملي شيء حلو. يعني بدل ما نقعد نبكي وهيك، لا بالعكس انه انا اعمل شيء حلو يخلي الناس غيري كمان، مش بس انا ارتاح، لا غيري كمان يرتاح. قدر تحت شيرين من خلال هالاغنيه كتير. يعني الحزن بعرف بالقلب ودائما الانسان بيحمله معه، ولكن الوقت كفيل انه مش ينسي او اذا بدك يخفف شوي من حده الوضع. انت قدر تحت قد حسيتي يعني في قسمه تخطيتي؟ يعني انا اكيد موت بي ما ممكن انساه لو شو ما عملت، لو عملت 100 غنية. بس ايه ريحتني، يعني كان نوع من التفريغ مثل ما بنقول. ايه لانه انا وقت ما بلشت اكتب الكلمات كل شيء انا مضايقني،
كل شيء انا عم بحسه يعني معصبني ومضايقني، بدل ما اروح اقعد صرخ وابكي لا اقعد اكتب او اقعد لحن. ويعني عن جد هون بدي اشكر رفيقتي ميرا مسلمان كثير وكل اصحابي اللي وقفوا حدي انه سمعوني. يعني انا بدل ما اقعد ابكي وهيك لا كتبت ولحنت وغنيت. كل ما اكون مضايقه بدل ما فوت اقعد لحالي وابكي لا فوت غني. يعني كان نوع كثير كثير من منفس لك. ايه من منفس. نعم عنا اتصال شيرين معنا غيا عم تحكينا من بيروت. مرحبا غيا. الو بونجور. بونجور. اهلين غيا. هاي بدي اقول لها شيرين نحن كنا كثير بنحبك كثير والغنية واو واو واو. شيرين اوكي ميرسي. ايه عم نسمعك تفضلي غيا. وطالعه كثير حلوه وعن جد برافو عليكي كثير. كلنا هاي اللي بدي احكي معك. ميرسي كثير. حلوه المداخله منك غيا، شكرا لك. مرحبا شيرين. هاي بعد انا ليه عارفيني؟ اه هاي أصحابي. كل أصحابي. كثير من حبيك. ميرسي. ألو هاي شيرين. هاي. هاي. ثانك يو سو ماتش. عم بشوفك على التي في. مين أنت؟ شو اسمك؟ أنا رايا. يارا. كمان أختها رايا. رايا أختها. أوكي. أنا بحبك كثير. ميرسي أنا كمان. ثانك يو سو ماتش. مرسي يا رايا ومرسي لغيا. اوكي حبيبتي ثانك يو، شكرا لاتصالك. ولغيا معنا يوسف كمان عم يحكينا من بيروت. مرحبا يوسف. الو. ايه الو بونجور. بونجور. اهلين يوسف، حضرتك على الهواء. انت اللي لحن الاغنيه يوسف؟ يوسف معنا. يوسف بليز بتوطي شوي صوت التلفزيون بس بتسمعنا من التليفون. كتير منيح ممتاز. اهلا وسهلا فيك يا يوسف. مرسي. بدي اقول لشيرين انه انا على طول حبة يعني باي شيء بطيه من لحن لكتيبة. انا بحب وصل لها انه مازال انه اروي اراي فيه عن لبيه وليد اماش. انا هالغنية قدمتها لكل بي كمان توفى وحبيت سهل كتير شيرين وانا حبة باي بطيه. نعم نعم. اي يوسف عندك بعد تعليق اخر؟ شو بعد بدي احكي يعني خلص. نحن ما نقول لك شكرا كثير على هالمحاوله، مثل ما قلت انه ساعدته من خلال هالاغنيه كثار، ولكن كمان ساعدت صديقتك يمكن بالدرجه الاولى شيرين تقدر تتخطى هالمحنه اللي مرت فيها والمرقت عليها. وحتى اللي صارت معي كمان هيك كانت ساعدتني، انا متاكد بهالشيء. نعم اوكي شكرا لاتصالك يا يوسف. معنا اتصال من ابو ظبي. معنا نسرين. مرحبا نسرين. اي هاي. الو. اي هاي. بونجور نسرين. نسرين انت اختها؟ بونجور. اختها لشيرين. اي اختها لنسرين من ابو ظبي. اهلا وسهلا فيك يا نسرين. نسرين يعني الأغنية نحن عرفنا قديش كانت علاج شافي لشيرين أو ساعدتها تتخطى المرحلة، بالنسبة لإلك أنت بس سمعتيها شو كانت ردة فعلك وساعدتك الأغنية كمان؟ هاي أول شيء. هاي. بدي أقول لك الغنية يعني عملتها شيرين كانت كثير أشيفمنت حلو لإلها ولإلنا، يعني حولتنا هذا الزعل يمكن لنخففه بطريقة ثانية. وصوتها كان كتير حلو كتير تاتشنج، يعني طلعت منا المشاعر اللي كنا احنا كنا مخبينا وعطت الصورة الحلوة اللي كانت موجود داخلنا للعالم يشوفوها. وكل العالم يعرفوا مين بابا الله يرحمه. الله يرحمه. وقديش عمل بكل حياته. فنحن ما نشكر شيرين كتير لأن عطتنا هاي الفرصة نشوف هي شو عندها قدرات بصوتها وبمشاعرها وقدرت شاركتنا بمشاعرها معنا ومش بس مع العائلة، مع كل أصحابها والعالم. وأجل قدي العالم كمان بحبوها وبحبوا بابا كتير. لأنا thank you again لشيرين وبست أوف لك لألا وثانكس اجين لكم. اهلا وسهلا فيك يا نسرين، شكرا لمداخلتك عليك هالاتصال. كثير ايه لانه يعني انا بنبسط لاني انا يعني كان هدفي الاساسي غير انه توصل لكل بيت ولكل بي وهيك، لا كان بدي انه انا اكون مثل وسيله لاخواتي كمان تيرتاحوا، اقدر اوصل مثل ما قالت هالصوره الحلوه لبيي. وعن جد لا كان هيك كثير حلو الاتصال لانه انا بديهم يكونوا هن مبسوطين يعني ومرتاحين. أنا كمان مزبوط ومرتاحين. فكره خسارته وغيابه اليوم كيف بتشوفيها شيرين؟ يعني شو بتحس اليوم
فقدت بيك يعني لو انتوا بلا بي يعني شوف شو اللي خسرتوا ببيتكم؟ يعني انا ممكن نحن مثل ما بنقول خسرناه يمكن جسده هيك، بس انا بحس انه لا بي معي عرفتي مثل الملاك الحارس ودائما هو هيك موجود معي عرفتي، كل ديسيجن بدي اخذها كل شيء بدي اعمله بحسه انه لا كانه هو عم بيحكيني وعم بيقول لي اعمل هيك ما تعملي هيك. يعني انا ما بعتبر انا بحسه مثل مسافر ما انا يعني هو يوم بحس حيفتح الباب ويفوت يمكن هذا مش مزبوط، ممكن بدي وقت لاستوعب الفكره بعدني ما كثير استوعبتها. انت صغيره انت صغيره البيت ايه فيمكن اخواتي الكبار شوي بيتعودوا شوي شوي، بس يمكن انا بعدني لا انا ناطره انه شي نهار الا ما يرجع وانه يمكن هو يعني معي انا ما حسيت اني خسرته، حتى يمكن بالعزاء ما كنت كثير مستوعبه انه لا انا خسرته هيك انه العالم عم تبكي وانا مني واعي انه لا ما معقول انه انا خسرته، لا هو هلا بيجي عرفتي، بدي وقت يمكن بدي وقت شوي لاتعود على الفكره. ولا انا يعني بحسه كل ما اشوف هيك الصور معه بتذكر كل الميموريز الحلوه اللي صارت معه بقول لا يعني الحمد لله يمكن هلا هو يمكن انا بقول انه يعني ضل سنه مريض وعم بيتعذب يمكن هو هلا ارتاح يعني احسن ما يقعد يتعذب ويتعافى كل مرض الكانسر كثير بتعذبه مع الكيموثيرابي وهيك، لا بقول الحمد لله ارتاح جسديا بس انا مأكده انه هو معه روحيا وعم بشوفني من السما وفخور وكل ما اعمل شيء منيح بينبسط وهيك. وانا كمان يعني وجود الام الحمد لله يعني امي طيبه ودائما معي ما بتعبي لي كل حياتي ما بحس معه اني خسرت حدا. والدتك اسمها لينا؟ لينا تحيتنا لمدام لينا والله يخلي لها العيله الحلوه اللي رب على هالقيم والمبادئ والاشياء كمان اللي مميزه، وشفنا شيء من خلال هالكليب ومحبتكم وولائكم لبعضكم. هون بس بدي اشكر غيدة حماني على هذا الفيديو اللي عملت لي اياه، كان مثل كادو لإلي بعيد الباي، ثانك يو سو ماتش لإلها. شيرين شو اكثر شيء او ابرز شيء تعلمتي من بيك؟ مبي يعني عادة بقولوا الصغير دلوع على البيت مزبوط بينسمح له كل شيء يعني بفنشوا له عن اخباره وقصصه مزبوط. هلا انا بي كان عنده شيء انه بي ما بيستحي، يعني اذا بده يحط شيء براسه لا خلص انا بدي اعمله. يعني مثلا بتذكر انا كان في سنه يمكن 2007 بمثل لبنان ما كانوا قاعدين بالاكاديمي وما كان ما كان حيلا حدا بيقدر يروح يزورهم، قلت له بابا انا كنت بشجع حدا من المتسابقات وقلت له بابا انا كنت بحبها وبدي اطلع لعندها، قلت له بس مستحيل يفوتونا، قال لي خلص بدك تفوتي لعندها، قلت له ايه، قال لي يلا انا اختك، قلت له بابا شو اكيد ما حياخذونا وكانت الساعه 9:30 بالليل، قال لي خلص انا حفوتك، عرفت ما كنت مصدقه وفوتني. يعني بابا اذا حط شيء براسه ما يعني مستحيل حدا يقول له انه لا ما تعملها، بده يعملها يعني لو شو ما كان بيحكي مع مين. اخذتي هالشيء منه الاصرار والاراده بس حطي هدف براسك بدك توصلي مزبوط. له اي خلص يعني لازم هو هدف لو شو ما صار لو شو ما كان لازم انا احققه. نعم طيب بتعرفي يمكن شيرين وفاه والدك اليوم والكليب اللي عملتيه والاغنيه يمكن كان علامه لتعرفي طريقك اللي جاي، يعني اختيارك للفن، حبك للموسيقى، اليوم اختلف البلان، يعني دراستك رح تكون اكثر موسيقيه، رح تحترفي الغناء، يعني شو مخططه لك للمستقبل؟ شوفي انا يعني بالمدرسه حتى كنا لما نعمل كونسرت كنت انا شارك، يعني ممكن احترف الغناء بس انا يعني باخذ الغناء هلا عم باخذه اكثر كهوايه لانه انا من هالغنيه كان هدفي بس انه وصل الفكره، يمكن ايه استغليت فكره انه انا عندي هوايه الغناء وانه يمكن شوي صوتي حلو فا ايه ممكن يعني يكون عندي يمكن هيك توجهني شوي صوب الغناء ايه ممكن. انا بعرف انه والدك الله يرحمه كان كثير يحب اغنيه بصوتك اغنيه في يوم وليله مزبوط. اليوم انا اكيد انت بتحسي موجود ويمكن عم بشوفك وعم بتابع هاللقاء واكيد عباله يسمع منك نسمعوا اياها في يوم وليله. في يوم وليله يوم وليله خدنا حلاوه الحب كله في يوم وليله انا أنا وحبيبي خدنا حلاوة الحب كله في يوم وليلة عمري ما شفته ولا قابلته وياما ياما شغل الضيفه عمري ما شفته ولا قابلته ياما ياما شغلني الضيفه وفي يوم
فتح ايديقة ولقينا رحنا على بحر الشوق، نزلنا نشرب ودبنا فيه، ومن يصدق يجرى ده كله، ونعيش سوا ونعيش سوا العمر كله في يوم وليلة ليلة 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 ليلة. مرسي إليك شيرين عماش، وإن شاء الله بتعيشي أنت وعائلتك سنوات طويلة من الأمان والسلام، وتحقق كل أحلامك وطموحاتك. مرة جديدة ما نبارك لك على الكليب والأغنية، وكمان مرة الله يرحم والدك. Thank you so much. مرسي على استضافتكم، وبدي أرجع أشكر مرة تانية ميراس المسلماني اللي ساعدتنا أنه أكتب الكلمات اللي كتبت الجزء الكبير منهم، المولى لأنه بتجوز باي مولى، واللي هو عمل هيدا اللحن، وغدا حماني اللي قدمت للفيديو كليب. Thank you so much. يا أهلا وسهلا فيك مشاهدينا. من بعد هذا اللقاء رح نستكمل بقية محطاتنا المقررة لهذا اليوم. فاصل إعلاني وبتلاقيكم زميلتنا رولا ومن عنا وقراءة للصحف السياسية.